والله يعني الحمد لله المعسكر اللي فات نجح بشكل كويس، الحمد لله التمرينات كانت كويسة جدا، وكانت بداية استعداد وفترة اعداد كويسة. رجعنا اتمرنا 4 ايام تقريبا او 5 ايام، وهنا في كرواتيا وبنتمرن، يعني الحمد لله الدنيا كويسة واللعيبة كلها مركزة، وان شاء الله هدفنا يعني الماتش اللي جاي بتاع افريقيا يوم 17 يعني ده ان شاء الله. لا احنا يعني كل اللعيبة هنا مركزة في هدفنا طبعا الماتش ده، يعني كل تركيزنا في الماتش ده، كله بيعمل اللي عليه، كله بيتمرن كويس، كله بيجهز نفسه. البعيد اللي بقالنا كتير ما بنلعبش ماتشات، في ماتشات ودية هنلعبها، كله بيجهز نفسه عشان يعني ده الهدف الأساسي طبعا الماتش اللي جاي. يعني احنا 2013 كنا خدنا نقطة واحدة برضو تقريبا في أول 3 ماتشات أو أول ماتشين، وهم برضو اللي شالوا الكاس، فإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يكرمنا إن شاء الله ونصعد في المجموعة، وإن شاء الله الكاس بتاعنا بإذن الله إن شاء الله. أنا ما عنديش مشكلة طبعا، يعني لو السنة اللي فاتت لعبت ماتشات كتير سيرد باك، كابتن حسام كان محتاجني في المكان ده، ما كانش كان في نقص، كان اللعيبة كتير مصابة، كان سعد كان اتصاب فترة، ورامي كان مصاب، ونجيب كان مصاب، فلعبت أنا سيرد باك السنة اللي فاتت، وكان ماتشات مهمة جدا وماتشات تقيلة، بس الحمد لله ربنا وفقنا وطلعنا الماتشات دي الحمد لله كسبانين وما دخلش فينا جوان. لا انا في الناشئين لعبت فتره، يعني كنت بلعب برضو، كانش في حد كده العب سيرد باك، والحمد لله بأديها، بس طبعا مش زي السيرد باكات اللي في مكانه، بس بحاول ان انا يعني انا عارف تعليمات المكان ده وبحاول ان انا انفذها بس، وربنا بقى بيوفق الحمد لله. لا في لعيبه كتير، وبالذات اللعيبه اللي هي دايما في الماتشات او في التمرين بيبقوا ناحيتي، يعني من كذا جنب، يعني مثلا في حته السيرد باك مثلا سعد، انا لعبت جنبه كتير جدا، عارف اللي هو السيرد باك اللي جنبي على طول، فعارف انا سعد لما الكوره مثلا تبقى فين، هو هيتحرك فين، هيبصيلي امتى، هبصيله تاني، ففي انسجام. نفس الكلام مثلا حسام، كابتن حسام عاشور ساعات بيبقى ناحيه اليمين نص ملعب، او السوليه مثلا، كابتن وليد سليمان معظم الوقت بيلعب هاف رايت، ففي ناس معينه ببقى عارف طريقه لعبهم، ببقى عارف انا امتى بصيله، امتى كوره، وانت واثق ان هو في المكان بالظبط. لا احنا يعني لعبت النادي الاهلي دايما، يعني المينتاليتي بتاعتنا مختلفه عن يعني دايما اللي بيكمل في المكان ده في النادي الاهلي ده، يعني اكيد المينتاليتي بتاعته لعيب محترف، لعيب فاهم هو بيعمل ايه، بيتمرن كل يوم كويس، اي ماتش بينزله محسوب عليه اللي هو لازم يبقى كويس. احنا بقالنا تقريبا 3 سنين ما بنفصلش بين المواسم، بتبقى الفرقه كلها خدت اجازه واحنا بنكمل، عندنا بطوله افريقيا فلا اللعيبه كلها رجاله وكلهم مركزين، وان شاء الله السنه دي باذن الله تبقى مختلفه ونقدم حاجه كويسه ان شاء الله. يعني بيدينا تعليمات واحده واحده كده في البدايه، اللعيبه بتحاول ان شاء يعني كله في دماغه ان هو يحاول يستوعب الراجل اللي عايزه وينفذه، يعني هي دي اهم حاجه الفتره دي، ان احنا نربط مع كلام المدير الفني بتاعنا ونحاول ننفذه في الملعب ونطبقه، ان شاء الله ده يظهر في الماتشات اللي جايه باذن الله. يعني انا دايما اللي ببص له ان انا بتعلم منه، طبعا اللعيبه الكبار كلهم يعني الواحد استفاد منهم كتير جدا، دايما انا بقول لهم ان انا يعني الواحد الحمد لله محظوظ اللي هو يعني طلع وسط ناس زي دي، طبعا كان نفسي طبعا ابقى موجود وسط كابتن ابو تريكه وكابتن بركات بس يعني الحمد لله طبعا الكباتن اللي معانا كلهم كباتن كبار، ويعني دايما اللي انا كنت ببص له وبحاول ان انا ابقى زيه، يعني كابتن حسام غالي، يعني دايما انا ببص اللي هو يعني قدوه لينا كلنا طبعا، ودايما كنت بستشيره في حاجات كتير جدا، يعني هو كان دايما يفيدني في حياتي في الكوره بره الكوره، ويعني كل اللعيبه اللي معانا كابتن احمد فتحي، يعني الواحد مبسوط برضو اللي هو في مكان واحد زي كابتن احمد فتحي اللي هو يبص له ويشوف هو بي بي بيتمرن ازاي، بي بي بيعمل ايه، يعني دي حاجات كلها يعني بتزود من مستوانا، الكابتن باسم علي برضو يعني، فانا دي حاجه كويسه جدا ان انا في ناس زي دي في مكاني، دي حاجه تطورني اصلا
تطورني في تمريني، تطورني في ماتشاتي. بس بص كابتن عصام غالي يعني من اكتر الناس اللي انا قعدت معاه في الاوضه فتره كبيره، يعني كنا في المعسكرات في الاول كنت انا وكابتن عصام غالي. هو دايما يعني حياته لعيب كره محترف، اللي هو وقت الشغل شغل، ما فيش هزار. كان دايما نصحني بالتمرين ان انا اتمرن دايما كويس، قال لي يعني دايما يقول لي طول ما انت بتتمرن كويس هتنزل الماتش هتبقى كويس. فيعني دي حاجه انا خدتها منه طبعا، بقيت بعملها على طول، بقيت ماشي بيها على طول، ان انا بموت نفسي في التمرين، وفعلا ربنا بيكرمني وفي الماتش ببقى جاهز وحاجات كتير بقى. يعني هو الصراحه الواحد اتعلم منه حاجات كتير. يعني صعدني كابتن جاريدو، كان هو في الفريق الاول، كان مدير فني. كنا احنا في منتخب الشباب مع الكابتن علاء ميهوب والكابتن ياسر رضوان، بس احنا ما صعدناش، كان عندنا بطولة افريقيا ما صعدناش. فكان ساعتها في تجمع منتخبات، كان كل منتخب الاولمبي واخد لعيبه ومنتخب الاول واخد لعيبه، فكانوا عايزين بقى يطلعوا حد من الناشئين، فخدوا معظم يعني خدونا كلنا، كنا احنا في منتخب الشباب يعني. بس والحمد لله ربنا استمريت. الحمد لله واحد ربنا كرمه وكملت يعني الحمد لله. اكيد كل واحد طبعا نفسه اللي هو يبقى في المنتخب الاول، طبعا دي يعني شرف لاي لعيب اللي هو يبقى في منتخب بلده يعني طبعا. وده هدف من اهدافي ان شاء الله، ان انا ابقى موجود في المنتخب الاول يعني، واحاول ان انا يعني اعمل حاجه كويسه السنه دي ويبقى ليا دور مع المنتخب ان شاء الله يعني. لا انا ما كنت اتوقع ان المنتخب نصعد ونظهر بشكل احسن من كده يعني. بس يعني اللعيبه كلها عملوا اللي عليهم وادوا بشكل كويس، وبس هي يعني ما كانش فيه توفيق برضو الحمد لله. اتوقع البرازيل. رسالتي ان شاء الله للجمهور الاهلي يعني ان اللعيبه كله مركز ان شاء الله، كله هدفه بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله السنه دي، ان احنا ناخد البطوله. يعني احنا السنه اللي فاتت حاولنا ان احنا ناخد بطوله والحمد لله ربنا كرمنا ووصلنا نهائي، بس ما كانش فيه توفيق وخسرنا في النهائي. ان شاء الله باذن الله السنه دي بطوله افريقيا بتاعتنا وكاس عالم ان شاء الله للانديه، وان شاء الله الدوري كده كده ما يطلعش من بره النادي الاهلي، وربنا يكرمنا بكل البطولات اللي احنا هندخلها ان شاء الله.